الاجتماع لم يكن بروتوكول، الاجتماع كان جدي، ناقش القضايا المطروحة بشكل جدي، وأثنى بالبداية على كل الخطوات التي أخذها الوفد المفاوض في الولايات الاجتماع اللي حصل بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا الثناء على النتائج التي تمخضت عن هذا الاجتماع من كل الكتل السياسية الحاضرة في هذا الاجتماع، وكان هناك رضا كامل عن التفاصيل التي حدثت في هذا الاجتماع وعن مخرجات هذا الاجتماع. والموضوع الآخر اللي تم مناقشته هو موضوع مشاركة الكل في الانتخابات القادمة. هذا كان العملية الانتخابية، هناك قوة تعتقد أنه يعني الظروف الموجودة في البلد الآن لا تهيئ للوصول إلى انتخابات تؤسس لديمقراطية حقيقية وتؤسس لبناء دولة بشكل حقيقي. ليش هذا الاعتقاد دكتور صالح؟ ولكن الغالبية كانت مع ليش هذا الاعتقاد؟ راح يعني احشي لك شوية بالتفاصيل عن هذا الموضوع. الانتخابات حتى تكون فيها مشاركة حقيقية من المجتمع يجب أن تكون هناك ثقة بأن هذه الانتخابات ستكون بشكل ديمقراطي وبشكل يفضي إلى انتخابات نزيهة. اليوم باعتقادنا أنه واعتقاد قسم من الأخوة الموجودين أنه هناك يعني عزلة بين المفوضية وبين الكتل السياسية، وكأن الكتل السياسية لا تعرف ماذا يدور في المفوضية مفوضية الانتخابات، ولديهم اعتراضات على بعض الإجراءات التي تحدث من ضمنها المحاكاة اللي صارت بين المفوضية والكتل السياسية. الانتخابات حتى تصير نزيهة وحتى يطمئن لها المواطن وحتى تصير مشاركة من نسبة مقبولة من المجتمع العراقي حتى تؤدي بالنتيجة إلى عملية ديمقراطية يشارك بها الأغلبية من المجتمع العراقي.